بادية جديرة بنسائها، على امتداد البصر وفوق حبات رمال الصحراء الممتدة بين أكتاف المدن والحواضر والأرياف، عاش الناس في البادية الأردنية وشكلوا تراثاً مميزاً محكياً منقولاً بينهم، ليفوح منه تراث البادية المحكي برائحة الزعفران والحندقوق، وتبدأ عملية التعلم الكبرى من جيل إلى جيل، ومن هنا تبدأ الحكاية. البادية كثقافة لها خصوصية بتنبع من خصوصية حياة البدو. البدو هم بيعيشوا بحياة مثل ما كلنا بنعرف، حياة منطلقة، حياة في الصحراء، في بيوت لا تحكمها جدران وإنما تحكمها الأصالة، تحكمها الشرف، يحكمها الاحترام المتبادل. فهاي الثقافة مميزة لأنه حياة البادية هي أصلا مميزة. ثقافة بدوية تجمع عدة عناصر، يعني عناصر كثيرة الثقافة البدوية. الإنسان البدوي يعتز بتاريخه وماضيه، وأي أمة بدون ماضي بدون تاريخ ما إلها حاضر. والله تراث البادية أنا أعتبره يعني كنز نتعلم منه إحنا كلنا، يعني كل الأجيال تعلمت من هذا الكنز اللي هو تراث البادية. وتراث البادية أكبر ركيزة له هي الشعر والأمثال الشعبية، وكانوا البدو يتلقوه من كبار السن وبالمجالس، مثل ما يقول البدو المجالس مدارس. ثقافة البدو مستمدة من تراثهم ومن عاداتهم ومن تقاليدهم ومن حياتهم. باعتقادي أن الثقافة في البادية وخصوصا البادية الأردنية لها ميزة خاصة، أنها لها جذور قد تكون يعني متشابكة مع الجذور الإسلامية. وتشكل المرأة البدوية عنصراً أساسياً ومؤثراً في تركيبة المجتمع البدوي، إذ تمثل ما نسبته 48% من إجمالي سكان البادية الأردنية. وللمرأة البدوية مكانتها المتميزة في تراث البادية، ولها شخصيتها المستقلة التي تستمدها من التراث البدوي الذي منحها القوة وعزز لديها الثقة بالنفس، فهي من تستقبل الضيف وتكرمه أثناء غياب الرجل، وهي الشاعرة التي قصائدها تجوب البلاد. المرأة هي من كنت منها، وما ينظر للمرأة إلا كل احترام وكل تقدير. المرأة هي أساس المجتمع، المرأة، ولذلك المجتمع البدوي نظر إلى المرأة من هذا المنظار، إنها هي أساس، لأنها هي الأم، هي الأخت، هي تلقاها الساعد الأيمن لرب الأسرة. اعتبرها جوهرة، فالجوهرة ما في إنسان يكره الجوهرة، لأن المرأة هي أمنا وأختنا وزوجتنا. والمرأة يعني الدنيا بدون المرأة ما في يعني لها طعم، هي ربيع الحياة. وقد تميزت المرأة البدوية منذ القدم بالفطنة والذكاء وبفصاحة اللسان، فهي جزء من الثقافة البدوية التي شكلت شخصيتها. فالتراث البدوي الغني بالشعر النبطي الأصيل، والحياة الاجتماعية البدوية الغنية بالأحداث والقصص والعبر، لا شك كان لهما تأثيراً واضحاً على ثقافة المرأة البدوية. فالمرأة البدوية شغوفة للمعرفة والتعلم، كما أن نمط التعليم لدى البدو في الماضي يختلف عن التعليم لدى الحضر. فوجود المرأة في بيت الشعر بجوار مجلس الرجال سمح لها بالاطلاع وتعلم خبرات حياة البادية. استنبطت وتعلمت تلقائياً من خلال الممارسة ومن خلال ما سمعته وما رأته وما فعلته أمها أو أختها أو جارتها أو بنت عمها، فتغذت من الثقافتين، سوى ثقافة الرجال ما يعني الرجال، أو سوى يعني ثقافة النساء ما يخص النساء. هي الدليل إنها متعلمة بالفطرة، هي تحفظ شعر صعب إنه أي إنسان يحفظه، تحفظ أمثال صعب إنه أحد يحفظها، تحفظ من القرآن كمان. لكن الآن اللي طور من قدرات المرأة البدوية اللي هي ثباتها واستقرارها. زمان كانوا بدو رحل، ما كان في مجال أن تقعد بمدرسة وتتعلم، لكن استقرار الآن البادية أصبح هناك في نسبة ارتفاع بالتعليم. كما أن ظروف حياة البادية التي تميزت بالتنقل والترحال حرمت كلاً من الرجل والمرأة من التعليم،
لأن التعليم يحتاج إلى الاستقرار وعدم الترحال، إلا أنه في ظل انحسار البداوة كنمط حياة معيشي ونتيجة للمتغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثورات الإعلامية التي أثرت في المجتمع البدوي، تغيرت الأحوال وأصبح التعليم حقاً يحرص عليه أبناء البادية. أول كانت الشباب ما كان في مدارس، أول كانت الشباب محرومة منه والنسوان محرومة منه، لأن ما كان السبب يعني أنهم يترحلون، عرب رحل من مكان لمكان، ما هم مستقرين بأي مكان يعني، فما كان في تعليم لها لا للمرأة ولا للرجل يعني، بينما هسه صار للمرأة في تعليم وللرجل برضو في تعليم، والمرأة هسه أخذت حقها بالنسبة للتعليم. عندي أول طبيبة طب بشري موجودة في بادة الوسط اللي هي بنت إلي الآن في رتبة عقيد في المدينة الطبية. فالحمد لله يعني أولادنا وبناتنا الآن كلهم صاروا دكاترة وأطباء وغزوا العالم الثاني وأثروا بثقافات وعادات العالم الثاني، فأصبحوا الآن هم شذبوا كل هالأمور هذه كلها وجمعوها وصاروا نموذج إلى الأخلاق وخدمة الناس. اللي أنا ثابرت على تعليم يعني كنت أطلع أصلي الفجر وأخذهم سيارة العمان، مدارس عمان، الرهبات الوردية وغيرها، وظل بعمان موجود سواء عليه شغل ولا ما